أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. حدث المرء بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له. كلمة البطين ما هو معناها؟ يفسرونها بأنه الذي له كرش كبير، ثم ينسبون ذلك إلى المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أساساً ما هو السبب في تراكم الشحوم، والسبب في حدوث كرش كبير للإنسان؟ الأطعمة من جملة ما فيها، فيها ما يولد سعرات حرارية، والأطعمة مختلفة في السعرات الحرارية المتضمنة في هذه الأطعمة. الجسم هو يصرف، يستخدم شيء من هذا، من هذه الطاقة، من هذه السعرات الحرارية ويذوبها، يصرفها. فإن بقيت من هذه السعرات الحرارية شيء قد تتراكم وتولد شحوم إضافية، أحياناً تولد كرش كبير. يقول علماء التغذية، بعضهم يقول هذا شيء تقريبي يذكرونه، أن الجسم يصرف في كل ساعة
سعرة حرارية واحدة عن كل كيلوغرام من وزنه. يعني شخص وزنه 80 كيلوغرام، في كل ساعة بصورة طبيعية لإدارة أجهزة الجسم من القلب، من الكبد، من الكلى، من إيصال الدم إلى أقصى نقطة في الجسم، هذه العملية تحتاج، إذا الشخص وزنه 80 كيلوغرام، هذه العمليات في داخل الجسم تحتاج في كل ساعة إلى 80 سعرة حرارية. يعني في 24 ساعة، الذي جسمه مثلا وزنه 80 كيلوغرام، يحتاج في كل يوم ما يقارب من 2000 سعرة حرارية لإدارة الأجهزة الضرورية في الجسم. شيء تقريبي. يعني لو أن شخصا وزنه 80 كيلوغرام أكل أطعمة، هذه الأطعمة تتضمن ما مجموعه 2000 كيلوكالوري، 2000 سعرة حرارية، ثم 24 ساعة نام هذا الشخص، يعني ما أجهد جسمه أي جهد، هذه السعرات الحرارية 2000 تصرف. يعني لا يزيد وزن هذا الشخص نهائيا في ذلك اليوم. وكلما كان الجهد الجسماني أكبر، حاجة الجسم وصرف الجسم للسعرة الحرارية، للسعرات الحرارية، يكون أكثر. الآن لي سؤالان. السؤال الأول: ما هو طعام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ ماذا كان يأكل وكم كان يأكل؟ الكل يعرف طعام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان خبز الشعير غير المنخول، يعني بنخالته، كم كان يأكل، كم مرة كان يأكل في اليوم؟ مرة واحدة، أحيانا مرتان. في كل مرة كان يأكل رغيفا من خبز الشعير غير المنخول، مع ملح، مع شيء آخر عادي. الشعير أساسا سعراته الحرارية قليلة، فيه فوائد كبيرة جدا، ولكن السعرات الحرارية في الشعير قليلة. يقولون هذا شيء من مراكز رسمية عالمية، يقولون 30 خبز شعير، طبعا صغير، 30 خبز شعير بدون نخالة ومحمص، هذه كلها تزيد السعرات الحرارية. 30 خبز شعير صغير بدون نخالة ومحمص يعادل تقريبا 2000 سعرة حرارية، فيها 2000 سعرة حرارية. 30 خبز صغير، هذا إذا كان محمصا، إذا ما كان محمص السعرات الحرارية أقل. إذا كان بنخالته بدل 30 يكون 40 رغيف من الأرغفة الصغيرة، يعني 10 أرغفة كبيرة، يعني 7 أرغفة كبيرة. يعني لو أن شخصا أكل 10 أرغفة من خبز الشعير غير المنخول، 10 أرغفة كبيرة، ثم ما أجهد جسمه أي جهد في ذلك اليوم، سوف لا يزداد وزنه شيئا. يعني نام، يعني حتى ما فتح عينيه، هذه تحتاج طاقة،
ما سمع شيئا، ما فكر، نائم فقط الأجهزة الداخلية تعمل. هذا الشخص لا يزداد وزنه. هذا الذي يأكل 10 أرغفة خبز شعير، فكيف بمن يأكل رغيفا واحدا وعلى أكثر التقادير رغيفين؟ السؤال الثاني، ما هو الجهد الجسماني الذي كان يصرفه المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ من مسلمات التاريخ، لا أتحدث عن شيء يحتاج إلى أسانيد، يحتاج إلى إثبات، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يجهد جسمه أيما إجهاد. كان يحرث الأرض، كان يحفر آبار. الآن شخص بهذه الأجهزة الموجودة اليوم يريد أن يحفر بئرا، يحتاج إلى طاقة كبيرة، يصرف سعرات حرارية كبيرة كثيرة، فكيف بحفر الآبار بالفأس؟ كان أمير المؤمنين، هذا من مسلمات التاريخ، يجاهد في سبيل الله، اشترك في أكثر الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ناهيك عن الحروب التي حدثت في زمن حكومته الظاهرية. حرب، الجهد الذي يصرفه الإنسان في الحرب كم هو؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذكروا عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، مع قطع النظر عن البعد المعنوي للصلاة، كم يحتاج هذا العمل من سعرات حرارية؟ كم يصرف سعرات حرارية؟ صليت 1000 ركعة في حياتك مرة واحدة في يوم واحد؟ لا. بعض المؤمنين في ليالي القدر يصلي 120 ركعة، 130 ركعة، أكثر 150 ركعة مع بعض الصلوات المستحبة. مرة واحدة صلى في ليلة واحدة، حاضر مثلا ما عندك عمل، لا تعلم ماذا تصنع، صلى 200 ركعة، 200 ركعة، تحس بأن طاقة جسمك انتهت أصلا، لا تتمكن أن تقوم بعد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كل يوم وليلة كان يصلي 1000 ركعة. يا أخي اعمل مثل هذا العمل، سوف لا يبقى في جسمك شيء قليل من الشحوم. اعمل هذا العمل، احفر آبار، احرث الأرض، جاهد في سبيل الله في الحروب بالطريقة القديمة، اشترك، يبقى في جسمك شيء من الشحوم؟ فكيف بمن كان يأكل في اليوم رغيف خبز شعير غير منخول، واحد أو اثنين على الأكثر؟ هذا الذي أقول، حدث المرء بما لا يليق، فإن صدقك فلا عقل له. كيف يصدقون؟ المشكلة أين؟ أقول ما عندهم، لا يعرفون مسلمات التاريخ، لا يعرفون ماذا كان يأكل أمير المؤمنين، لا يعرفون ماذا كان يجهد جسمه المولى صلوات الله عليه. مشكلة أخرى، يعرفون كل ذلك، هذه كلها من مسلمات التاريخ أصلا، من بديهيات التاريخ، تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين، هذه صفة، هذا الوصف بطين، هذا الوصف من أين جاء؟ وصف صحيح أم لا؟ إذا كان صحيحا ما هو معناه؟ نعم، الوصف صحيح، الوصف جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما هو معنى الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وصف أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما بهذا الوصف، هل النبي صلى الله عليه وآله فسر هذا الوصف أم لا؟ نعم فسر، هو النبي فسر، هو الذي أعطى هذا الوصف لأمير المؤمنين فسر، لماذا تفسر تفسيرا آخر؟ في أحاديث مستفيضة أقرأ لكم أحدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله عز وجل قد غفر لك
ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك، في بعض النسخ هنا ومحبي محبي شيعتك، فأبشر فإنك أنزع البطين. يا رسول الله يعني ماذا أنزع؟ يعني ماذا بطين؟ فسره النبي أم لا؟ فورا مباشرة من دون أي فاصل النبي فسر. فإنك الأنزع البطين، منزوع من الشرك بطين من العلم. يا أخي الوصف وصف معنوي، لماذا تفسره تفسيرا جسمانيا؟ النبي يقول منزوع من الشرك بطين من العلم، هو يفسر. أنا أقول فلان عملاق في علمه، يقولون ها أحمد الشيرازي قال فلان عملاق في جسمه، عجيب. أقول عملاق في علمه، فسرت كلامي، قلت عملاق، ولكن عملاق في ماذا؟ فسرت أنا كلامي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. ها ها، رسول الله قال علي باب، يعني شكل أمير المؤمنين مثل الباب، عجيب. النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، هو النبي فسر معنى كلمة الباب. لماذا تفسر تفسيرا آخر؟ أصلا الكلمة ليس لها بعد جسماني، الكلمة لها بعد معنوي. بطين من العلم، مملئ من العلم. أصلا لو فرض شخص غير مسلم لا يقبل النبي صلى الله عليه وآله، هو يريد أن يصف أمير المؤمنين بهذا الوصف وصفا جسمانيا، يلزم أن يكون الوصف مطابقا للمعطيات للمعلومات عن حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد فسر هذه الكلمة، لو لم يكن وقد فسر، لنفرض أن النبي ما فسر، كلمة البطين ماذا تعني؟ إذا أردنا أن نفسر هذه الكلمة تفسيرا جسمانيا موافقا لحياة أمير المؤمنين، الباطن أين؟ الباطن هو مقاديم جسم الإنسان، هذا كله يسمى بطنا. الصدر جزء من البطن، الصدر باطن، الكرش أيضا باطن، الباطن ليس خاصا بالكرش. رجعوا كتب اللغة، ما هو معنى كلمة الباطن؟ رجع، الباطن هو مقاديم جسم الشخص. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ومنهم من يمشي على بطنه، تمشي على كرشها؟ لا، تمشي على كل المقاديم. الصدر باطن، في اللغة العربية كلمة الباطن تشمل الصدر كما أنها تشمل الكرش. كلمة البطين تطلق على الشخص الذي كرشه كبير، وتطلق على الشخص الذي صدره كبير واسع، هذا الشخص أيضا يقال له بطين في اللغة العربية. ذاك التفسير غير ممكن، غير معقول، خلاف العقل. على الأقل فسر، لو أردت أن تفسر تفسيرا جسمانيا، بطين أمير المؤمنين بطين، صدره كان واسعا طبيعي. الإنسان الذي يجهد يديه صدره يتوسع، هذا شيء طبيعي. وأساسا لاحظوا أعداء أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولعنة الله على أعدائه، أين كانوا يستخدمون هذا الوصف؟ كانوا في مواقف الخوف يستخدمون هذا الوصف لأمير المؤمنين، كانوا في مواقف شجاعة وقوة أمير المؤمنين يستخدمون هذه الكلمة. القوة والشجاعة لا ارتباط لها بالكرش، القوة والشجاعة من مظاهر القوة الصدر الواسع. عمر بن سعد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، في يوم عاشوراء عندما دخل الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إلى الميدان، هجموا عليه من كل أطراف ما تمكنوا منه، فصاح بهم، لاحظوا موجود هذا في المقاتل موجود،
فصاح بهم: ويلكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن البطين، هذا ابن قتال العرب. لا علينا بالوصف قتال العرب، أين استخدم؟ وهو عدو من عدا أمير المؤمنين. هذا ابن الشخص الذي كرشه كبير، ما ارتبط هذه الكلمة بذلك الموقف المخيف؟ يريد أن يقول هذا ابن ذلك الشخص القوي. القوي كيف يوصف؟ الذي كرشه كبير قوي، مظهر القوة الصدر الواسع لا الكرش. هذا لو أردنا أن نفسر الكلمة تفسيرا جسمانيا، أساسا الكلمة تفسيرها ليس تفسيرا جسمانيا، الذي وصف أمير المؤمنين بهذا الوصف هو شرح تفسير، تفسير معنوي، فلا عقل له أو فلا شيء آخر. عندهم عقول، نعم عندهم عقول، المشكلة مشكلة أخرى. المشكلة القضية تصل إلى أمير المؤمنين تأخذ منحا ثانيا عندهم. الشيء الواضح البطلان يحاولون أن يصدقوه. فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحاولون أن ينكروها. وفي المقابل الفضائل المكذوبة القطعية، قطعا مكذوبة لغير أمير المؤمنين، يصدقونها يمشونها. مساوئ أولئك لا يتمكنون أن ينكروها، يغضون الطرف عنها، لا يرون، ما سمعناها إن شاء الله خلاص. هذا أقرأ لكم حديثا، هذا الحديث لا أقرأه لكم من مصادر الشيعة، أقرأه لكم من مصادر العامة. لاحظوا المشكلة أين في تفسير قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ينقل هذا الحديث عن شريك بن عبد الله قال: كنت عند الأعمش وهو عليل. الأعمش شخصية مشهورة، تابعي، رأى بعض الصحابة، شخصية مشهورة مرموقة. كنت عند الأعمش، طبعا الأعمش عمر طويلا، قريب 90 سنة عمر. كنت عند الأعمش وهو عليل، فدخل عليه أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى، 3 من كبار شخصيات العامة، دخلوا عليه في ساعته الأخيرة أو في ساعته الأخيرة من حياته. فقالوا له: يا أبا محمد، كنية الأعمش أبو محمد، فقالوا له: يا أبا محمد، إنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. واضح كان على وشك الموت، وكان إذن ما المطلوب؟ أنت في آخر يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الآخرة، استغفر من الذنوب، تب إلى الله عز وجل من الجرائم التي ارتكبتها. أي جريمة؟ ماذا صنعت أنا؟ أنت كنت تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، تب إلى الله منها. أخ، لاحظوا ماذا قالوا له؟ فقالوا له: يا أبا محمد، إنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وقد كنت تحدث في علي بن أبي طالب بأحاديث. فضائل أمير المؤمنين كثيرة، كثير من فضائل أمير المؤمنين ذكرها الأعمش. فتب إلى الله منها، جريمة يعني. فغضب الأعمش وقال: أسندوني أسندوني. فأسند، أجلسوه، فقال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعلي، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكما، وأدخلا الجنة من أحبكما، فذلك قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. يعني صفعهم صفعة،
مساكين جاءوا لشيء. فقال أبو حنيفة للقوم قوموا بنا قوموا بنا، لا يجيء بشيء أشد من هذا. الأعمش عنده مشكلة، الأعمش كذاب عندكم؟ من كبار التابعين، من أوثق الثقات عندهم. إخواني، الذي ينقل عنه البخاري فيما يسمى بصحيح البخاري رواية واحدة، يعني في سند رواية واحدة، إذا كان يعتبرونه ثقة خلاص. البخاري فيما يسمى بصحيح البخاري نقل عن الأعمش روايات عديدة؟ لا، عشرات، لا، مئات. خذوا إحصائية بالمئات، روايات البخاري فيما يسمى بصحيحه عن الأعمش بالمئات، روايات مسلم فيما يسمى بصحيح مسلم عن الأعمش بالمئات، ليست بالعشرات، بالمئات. الأعمش شخصية قمة عندهم. الذهبي، ومعلوم تشدد الذهبي، الذهبي يقول عن الأعمش، اسمه سليمان بن مهران الأعمش، يقول عنه الإمام شيخ الإسلام. الذهبي يعبر عن الأعمش بشيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدثين. كم كان عدد التابعيين المقرئين؟ هو كان من التابعين، تابعي هو. كم كان عدد المحدثين من التابعين؟ بالمئات، صحيح أم لا؟ يعبر عنه بشيخ المقرئين والمحدثين، يعني في زمنه، في طبقته، في التابعين يعني. الأعمش عنده مشكلة تقولون؟ كذاب مثلا عندكم حتى تقولوا له هذه أكاذيب نقلتها؟ لا، صدوق بدرجة عالية من الصدق والوثاق، لأنك ذكرت فضائل أمير المؤمنين. تب إلى الله. الأعمش لعله عنده ذنوب ثانية، ما قالوا تب من بقية الذنوب، تب إلى الله، هذه كأنها جريمة كبرى. لاحظ المشكلة أي؟ في الأسبوع الماضي تحدثت عن أننا بدل أن ننشغل بأمور ليست من واجباتنا، ننشغل فيما يرتبط بالظهور الشريف، ننشغل بأمور من واجبنا تمهيد للظهور الشريف، نتمكن؟ نعم نتمكن. إحدى الأمور المؤثرة في الظهور الشريف رفع الظلم عن أهل البيت صلوات الله عليه. الظلم أقبح ما يكون بين الناس، وكلما كان المظلوم أعظم، الظلم الذي يقع عليه أقبح. الظلم الذي وقع على رسول الله وأهل البيت وهم سادة خلق الله عز وجل، هذا أقبح ظلم. هذا الظلم أم لا؟ هذا الظلم كان في ذلك الزمن ما استمر إلى يومنا هذا أم مستمر؟ هذه الحالة إلى الآن موجودة أم لا؟ الله عز وجل حقا الله جواد، حقا الله كريم، لطيف بعباده. الناس ما كانوا يستحقون أن يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم شخص مثل سلمان، مثل أبي ذر، لا أقل من هذا ما كانوا يستحقون. الله عز وجل أرسل إليهم أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قتلوه أمير المؤمنين، قتلوه الصديقة الكبرى، قتلوها الإمام المجتبى، قتلوه الإمام سيد الشهداء، قتلوه. أرسل إليهم 13 خيرة خلقه، قتلوهم. طبعا الأخير يحتفظ به، كافي تجربة. أقلت هذه الأمة أصلا ما كانت تستحق؟ لا أقول رسول الله، رسول الله ما كانت تستحق شخص من أصحاب النبي الأخيار مثل سلمان، لا ولا أقل من ذلك. هكذا الله تفضل عليهم، الأخير احتفظ به، خلاص عدتم إلى رشدكم، رفعتم هذا الظلم عن هؤلاء، الله عز وجل سيرسل. هذا من الأمور المؤثرة في الظهور الشريف قطعا،
قطعا ويقينا. أصلا القضية قضية عقلية. اقبلوا، عفوا أقول هذه الكلمة، صيروا أوادم، اعرفوا قيمة ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم، هذه النعمة الكبرى. الله عز وجل سيرسله، الله جواد، الله كريم، الله لطيف، أنا أتمكن أن أكون مساهما بطريقتي بإمكانياتي بوضعي الخاص أن أكون مساهما في رفع الظلم عن أهل البيت. نعم أتمكن، لا أتمكن فرضا، لا أتمكن أن أكون من 313 خيرة الحواريين للإمام صاحب الأمر أرواح نافذة، أتمكن أن أرفع بعض الظلم، هذا مؤثر قطعا، مؤثر في الظهور الشريف قطعا ويقينا. القضية ناهيك عن الروايات الشريفة، قضية عقلية أصلا. أختم كلامي بحديثين شريفين مختصرين. الحديث الشريف الأول عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال عرج النبي صلى الله عليه وآله، المعراج، عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء 120 مرة. طبعا في الروايات الشريفة، في بعض الروايات الشريفة العدد أكبر من هذا، هذه قضايا نسبية، يقولون العدد ليس له، في علم الأصول يقولون، علماء الأصول يقولون العدد ليس له مفهوم عن الزيادة. إذا أنا قلت أنا جئت إلى هذا المسجد 5 مرات ليس معنى ذلك أنه أكثر من 5 ما جئت، لا، الآن مقصودي هذه 5 مرات الخاصة، العدد ليس له مفهوم عن الزيادة، يعني 120 مرة ليس معنى أنه لم يكن أكثر من 120 مرة. الإمام عليه الصلاة والسلام يتحدث عن فئة معينة من هذه المرات من العروج من المعراج. عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا، ما هو إلا أداة حصر، يعني في كل المرات، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة من بعده. أكثر مما أوصاه بالفرائض، ما من مرة إلا يؤكد النبي قلبه وعاء لمشيئة الله، أصلا لا يحتاج إلى بيان، ناهيك عن التأكيد، ناهيك عن هكذا تأكيد. القضية لمن؟ حتى نحن نفهم. الحديث الشريف الآخر عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما قال، الحديث مقطعان، المقطع الأول والمقطع الثاني مؤلم، قال صلوات الله عليه: ما وكد الله، وكد يعني أكد من التأكيد، ما وكد الله على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كم الله عز وجل أكد على أشياء كثيرة، تأكيده على الإقرار بالإمامة لا نظير له، ما وكد على شيء آخر مثل هذا التأكيد. هذا المقطع الأول، المقطع الثاني مؤلم. قال عليه الصلاة والسلام: وما جحد العباد شيئا ما جحدوها. الله عز وجل أكد على أشياء كثيرة، ولكن تأكيده على الولاية كان عن الإمامة كان أكبر تأكيد. الناس تماما بالضبط خلاف طريق الله، الناس جحدوا أشياء كثيرة ولكن ما جحدوا شيئا مثل ما جحدوا الإمامة. أخ من هذا المقطع، ما وكد الله على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة، وما جحد العباد شيئا ما جحدوها، ما جحدوا الإمامة. الظلم يرفع إن شاء الله، نحن نساهم في رفع الظلم عن أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق خارج عن الدين،
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. لازلنا في العشرة المهدوية المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الإمام العظيم أن يعجل فرجه الشريف وأن يجعلنا من خيرة خدامه ومن خيرة السائرين على نهجه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.